للاستاذ الدكتور أشرف شوقي وزير الرياضه المصري على كل الدعم اللي بيقدمه لنشاط اللجنه البارالمبيه المصريه. خالد عبد الحفيظ امين سجل الاتحاد الافريقي وعضو لجنه كره القدم الساق الواحده داخل مصر. النهارده احنا الافتتاح النهارده 18 مايو بطوله افريقيا ان شاء الله على ارض مصر من 18 مايو 27 مايو البطوله مؤهله لكاس العالم. ان شاء الله البطوله هنا في مصر مكونه من 13 فريق يطلع اول سبع مراكز تصعد لكاس العالم مباشره في 2026 ان شاء الله باذن الله يمثلوا كره افريقيا. طبعا احنا عندنا الماتش الافتتاح النهارده بين مصر ونيجيريا في استاد السلام، ولكن باقي البطوله ان شاء الله هتتلعب على ملعب بترو سبورت في التجمع ابتداء من بكره لحد يوم 27، وان شاء الله الفاينل هيبقى موجود برده في استاد السلام. والله احنا كاتحاد افريقي عندنا مشكله كبيره جدا مع كل القاره، مع كل دول القاره، لان احنا لحد دلوقتي لعبتنا لا هي بارالمبيه، يعني ما بنلعبش بارالمبيكس باريس مثلا 2024 اللي جايه، احنا ما بنلعبش، فاللعبه عندنا ما فيش اهتمام منها من الدول الافريقيه ومن الدول بشكل عام، فاحنا كلنا بنعاني احنا كاتحاد افريقي بنعاني، ولكن احنا بنحاول نحل كل الامور. الحمد لله بنقدر يعني يكفي ان احنا بنقدر ننظم اور اون تورنمنت، ننظم البطوله بتاعتنا دي حاجه بالنسبه لنا تحسب، يعني تحسب للمستر ليونيل بينتو رئيس الاتحاد الافريقي وكل اعضاء الاتحاد الافريقي. بنحاول ان احنا نبقى لينا بادجت نشتغل من خلالها، بنحاول نجيب سبونسرز تغطي بطولاتنا، ولكن الموضوع مش سهل ابدا ابدا ابدا، لان احنا ما عندناش قوانين بنقدر نشتغل من خلالها. ولكن مثلا عندنا دوله زي دوله المغرب، هي دول من الدول الرائده بالمناسبه في المجال بتاع كره القدم للساق الواحده، لان انتوا عندكم في المغرب او المغرب الشقيق في اهتمام كبير. النهارده في مصر بقى في اهتمام كبير، واتمنى ان كل الدول تبقى زي مصر والمغرب الفتره اللي جايه ان شاء الله.